اقول ما النقطه الابرز في حديث، شوف في حديث وزير الماليه استاذ نجم، وانت اكيد يمكن اشرت لها، لم يتحدث عن انه سوف الاقتصاد العراقي ينهار، ولم يتحدث عن نسب الفقر والجوع وما اعرف ايش الى اخره، وانخفاض مستويات الدخل القومي الى اخره من تعريفات اقتصاديه. نعم. تحدث فقط عن عدم قدره الحكومه في دفع المرتبات، اي بمعنى ان مستقبلكم السياسي مرتبط بهذا. لاحظ كيف؟ اذا كل حرصهم الان هم ان يدفعوا مرتبات اللي جزء كبير منها، مع احترامي للعراقيين الشرفاء الذين يعملوا في مؤسسات الدوله، جزء كبير منهم يصفون تحت البطاله المقنعه، يستلموا مرتبات لان جزء كبير منهم جاء من روافد حزبيه، كل حزب عنده مجموعته معينها، وبالتالي انت تعرف وانا اعرف وابنائنا في العراق ما يستطيع احدهم حتى لو يحمل اعلى شهاده ان يتعين في المؤسسات الا من خلال ان ينتمي في احضان الاحزاب. وبالتالي هو يحرص على ايصال هذه الرساله الاولى لهم، بانه يعني الحكومه القادمه ما راح تقدر توفي المرتبات. هو تحدث عن 5 سنوات او 10 هي اقل، لان هم بالمناسبه يعني هو وزير الماليه ذهب في اتجاه للاسف كلف الشعب العراقي كثيرا، هو عمليه رفع الدولار. ودعني اعطيك هذا الرقم استاذ نجيب، هذا موجود الان في ديوان الرقابه الماليه في العراق. نعم نعم. هم 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 تحدثوا عن تغيير سعر الصرف ورفعه الى 148 الف مقابل ال 100 دولار، تعرف جنابك، في سبيل هذا الفارق ما بين ال 148 الف وال 118 الف اللي كان لتسديد الرواتب، لسد العجز اللي هو كان 40% اللي جزء من عنده تسديد الرواتب. لاحظ اليوم اذا ترجع جنابك للتقرير اللي يتعلق في الموازنه مال 2021 انه 40% من الاموال المخصصه لم تصرف. لاحظ كيف؟ يعني انت رفعت الدولار حتى تسدد العجز وبالتالي المبالغ لم تصرفها. فاذا هذا خطا استراتيجي ومتعمد. قصدك استاذ يعني احمد المبالغ المتولده من فرق السعرين، لانه ارتفاع سعر النفط غطى كله في الرواتب. لا مو بس هذه، هسه راح اجيك للنقطة الثانية، السرقة الأخرى الأكبر استاذ نجم، خليني أشرح لك إياها علميا. أي. شوف أنت جيت خصصت 120 مليار دينار، قلت أنا ما عندي 120 مليار دينار، أنا يا دوب أحصل 80 مليار هاي السنة. إيش سويت؟ قلت حتى أسد الفرق هاي ال 40 مليار، خليني أرفع سعر الصرف. أوكي؟ أي. حتى أقدر أحصل على دولار أكثر قيمة للدينار. أي. لأنه يدفع مرتباته بالدينار. أي. لما تجي الى اخر السنه انت ما صارف ال 120 مليار، انت صارف بس ال 80، فاذا اكو 40 مليار مخصصه رقما اللي هي العجز انت ما صرفتها، هاي واحد. اثنين، منذ 6 اشهر تقريبا يعني من شهر حزيران الى اليوم معدلات بيع العراق للنفط هو 7 مليار دولار شهريا، في حين كان محسوب على 4.5 مليار شهريا. اذا اكو فرق 2.5 مليار شهريا تقريبا اتحدث عنه، بس مو بدقه الارقام. هذه ايضا جت بجيبك، يعني انت عندك قضيتين خلي يتحدث عنها وزير الماليه. الاول المبالغ اللي خصصوا لك اياها ما صرفتها، رجعت هاي هسه الله يدري بها وين رجعت. زين. اثنين، فرق السعر الصرف ما ندري بيه وين راح. ثلاثه، ارتفاع اسعار النفط. 3 عوامل المفروض اكو وفره ماليه الان تخليك تنزل سعر الصرف حتى الشعب العراقي ما يروح يشتري كيس الطحين ب 50 الف دينار، والفقراء الحقيقة تزداد نسبهم وجوع. إذا أنتم جايين بسياسة اسمها التجويع، هذه السياسة يعني مرسومة، ولا تقول لي هذا يدري وذاك ما يدري وهذا نيته طيبة وهذا خوش ولد، هو ما جاي يناسب الشعب العراقي ياخذ من عنده مرة، هو جاي يحكم، وبالتالي هذا الحكم يجب أن يكون رشيد يدير شأن الدولة باتجاه أنه يخفف معاناة الناس. هؤلاء مجموعة من السراق متفقين فيما بينهم، عندما تصل يعني سفينتهم المثقوبة التي سوف تغرق إلى ليست إلى بر الأمان، إلى بر الشياطين، يبدي أحدهم يلقي بالتهمة على الآخر. هذا في الجانب الاقتصادي. ما يريده في الشق الثاني الوزير هي رسالة بأنه الحكومة القادمة إذا تشكلت ما راح تقدر، وبالتالي يحط لهم محاذير. 3، يريد أن يهيج الرأي العام الشعبي عليهم، وهذا طبعا اقول لك اياها بكل صراحه، حكومه الكاظمي وبشخص الكاظمي يعتقد انه ليس لديه فرصه بعد الان، يعني صار عنده واضح، وخصوصا بعد تسريب الاخبار عن انه المرجعيه الدينيه عبرت تحت الطاوله نصيحه للاحزاب بعدم التجديد للرئاسات الثلاثه ومنها الكاظمي.